قام فريق إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة صباح اليوم بحملة تفتيشية على محلات بيع التمور في منطقة الشويخ الصناعية. وتأتي هذه الحملة ضمن تعليمات وكيل وزارة التجارة والصناعة بتشكيل فريق لرصد ومتابعة الأسعار للمواد الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك. مزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير الزميل نواف الشراكي. في سوق التمور في منطقة الشويخ الصناعية، محطة أخرى يقوم بها فريق إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة لرصد ومتابعة أسعار السلع قبل شهر رمضان المبارك. اليوم احنا من ضمن خطتنا اللي رفعناها حق المسؤولين بالوزاره ضمن فريق شهر رمضان المبارك، اليوم خصصنا هذا الاسبوع لمتابعه محلات التمور والمطاحن ومستلزمات الشاي والبن وغيرها اللي تهم المستهلك خلال شهر رمضان المبارك. لله الحمد ارصدوا المفتشين والمفتشات اليوم، وكذلك عندنا احنا رصد سابق بالاسعار، ما زالت الاسعار يعني ثابتة لله الحمد. واستعنا اليوم مع الإخوان بإدارة الرقابة التجارية مفتشين وشاركونا بالحملة، وفي حال أي وجود ارتفاع مصطنع راح نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بعمل محضر وتحويل الشركة إلى النيابة التجارية. محلات بيع التمور والبن وكذلك محلات بيع الألبان التزمت بأسعار السلع وطبقت اللوائح والنظم التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة، فلم يتم رصد أي مخالفة للأسعار. الجولة الاعتيادية تقوم فيها وزارة التجارة والصناعة، هذا الفريق الشكل حق رمضان لضبط الأسعار، واللي عنده أي شكوى أو استفسار يرجى التواصل مع الخط الساخن 135 أو من خلال الواتساب 55 135 135. اليوم الحملة فتشنا في سوق التمور بمنطقة الشويخ الصناعية، شفنا أسعار التمور مع القهوة والأمور الثانية. حملة متابعة أسعار السلع تأتي ضمن تعليمات وكيل وزارة التجارة والصناعة بتشكيل فريق لرصد ومتابعة الأسعار خلال شهر رمضان المبارك للمواد الأساسية. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.